جميل، نروح لفقرة المشي مع العرفس. بسم الله. لا يمكن أن تتخيل مدرج النمور دون صوته، واحد من الأسماء المهمة اللي مشوا مع العرفج صالح القرني، نشوفه في هذا الفيديو. اليوم أنا سعيد يا جماعة لأني أمشي مع واحد من اللي جددوا في الأغنية الرياضية. زمان كنا نسمع أغاني جاية من مصر من أماكن أخرى، لكن هو جدد في الأغنية الرياضية وأسس لها. حبيبنا أبو فاطمة صالح القرني، كيف تسلم دكتور؟ أنا سعيد أني أنا شفتك اليوم وشفت صاحب الأشياء الجميلة اللي تنشر والكل شاهدها والكل يشوفها. أنا سعيد جدا. أنا سعيد. طيب حبيبنا، في فقرة المشي مع العرفج نسأل سؤالين. السؤال الأول، علاقتك في المشي مع العرفج؟ والله جيدة. جيدة. ما هي نصر من ما في وزن ولا في شيء، الحمد لله. لا بس جيدة، احنا نبغى نرفعها جيد جدا إن شاء الله. أنا يوم ويوم. يوم ويوم. يوم ويوم والجمعة إجازة. الجمعة إجازة. طيب. وبالنسبه للقرارات اللي اتخذتها وانت تمشي، ايش هي مثلا؟ اشوف كان دائما هي الصيف يطلع اللي في المخ. ايوه يطلع، لانه يطلع رطوبه في الجسم ويطلع كل شيء. نعم. فكان في عندنا مباراه ثاني يوم مع الاخوان الاهلي. ايوه. وكانت مباراه يعني فيها شغل. ايوه. فطلعت اغنيه نار 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 ولدتي ولعنا. يا سلام. وكان لها وقع جميل وفزنا في المباراة الحمد لله. طيب أنا اليوم حضرت الوفاة الأغنية الجديدة حاليا، قصة البرنامج كذا مقطع منها. نجيب لك من الأول كذا. أيوه. جماهيرك الوافية في جدة الغربية والأقطار العربية، أنت عشني الآسيوية ونجم العالمية، اتي اتحادي. ان شاء الله تكون في الخير. المقطع الاخير عجبني حقي. اوه اتي اتحادي، اوه فخرها بلادي. يا سلام. ربنا ان شاء الله يفرحنا. طيب ان شاء الله هذه السنة بنكوش على البطولات الاتحاد. والله شوف، انا الاتحاد الان بدا على العودة الجميلة والعودة الحميدة اللي احنا نبغاها. نعم. احنا كمنافسين حنكون منافسين وشرسين، ما حنكون منافسين عاديين. جميل. الاتحاد اذا اخذ واحدة فحظ الفرق الثانية. نعم. ولا بياخذ الثانية. يصير ما في الا اسيا نتضارب عليها بعدين. طيب كيف شايف انت النصر والهلال والاهلي السنة؟ فرق كبير، كلهم ما شاء الله. حتى في أندية ثانية، الاتفاق لسه ما شفناه على الطبيعة. فيصلي، الرايد. فيصلي، الشباب لسه ما اكتمل. في أشياء كثير في الدوري حتكون، قلت لك منافسة حتكون شرسة، والاتحاد حيكون شرس. الله يحفظك، إن شاء الله نتفائل بالأغنية الجديدة. إن شاء الله. حبيبي، شكرا لك. تحية وتقدير يعني لهذا الرجل الحاضر حقيقة في ذاكرة المدرجات والملاعب والأجيال. صالح القرني وإن كان محسوب على جماهير الاتحاد، إلا أني أعتقد أن محبة هذا الرجل عامة عند جماهير الكرة السعودية، يعني نظير ما صدره خلال كل هذه المسيرة من السنوات من أهازيج باتت اليوم تردد في كل مكان، يعني حتى في دوريات الحواري وفي ملاعبها. التعليق عندك دكتور. وأنا أكرر نفس الكلام. شوف أبو فاطمة، الحقيقة أنا أحبه لأشياء كثيرة. دائما إذا كان عندي فعاليات اجتماعية للأيتام أو غيره أعزم صالح أول من يجي، ويجي يغني يدخل السرور على أنفسهم. كنت في نادي الاتحاد في أمسية لبعض أطفال التوحد، وكان في بروفات فعزموني على بروفات الأغنية وحضرت. بعدين قلت فرصة أخذ مع أبو فاطمة المشي. زي ما قلت أنه أبو فاطمة ترى من الناس اللي سعودوا الأغنية الرياضية. زمان أتذكر 1401 حضرت مباراة الاتحاد وإحنا قاعدين صفق، بص شوف الاتي بيعمل إيه، بص نفس أغاني المصريين أو السوريين أو كذا. صالح خلك عسل عسل، والتي وصل خلى في روح أغنية تطلع من البيئة، من البيئة، وهذا تحسب له والله. لا وصلت يعني متداولة في كل مكان طبعاً. تحضر دوريات حواري، تحضر مدارس، تحضر كل الجمهور يردد الأهازيج اللي يقولها صالح القرني. بعدين صالح بطيبة نفس يخدم. هو بدأ مع الاتحاد يمكن عام 1399 كلاعب طائرة، بعدين انقطع عن النادي ورجع على اساس انه رئيس رابطه المشجعين. كان لاعب طايره. كان لاعب طايره وزامل جمال عسيري. جمال كان يجيب لنا بطولات ذيك الايام وانا صغير اذكره. فهذه هذا النشاط اللي مسويه ما شاء الله
بالأغاني وبالمحبة وبالطيبة، وأيضا مع المنتخب دائما. صحيح. هو وبقية روابط المشجعين كلهم الحقيقة مع المنتخب لا يتأخرون أبدا. فأنا سعيد بحبيبنا، وأيضا خصنا بالأغنية الجديدة اللي حتنزل مباراة الاتحاد وأبها في الأسبوع القادم. جميل جدا. روح